السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة طبخ ليلى. كيف ما باين في العنوان انه هذا تكملة للجزء الاول ديال التعاون ديالي مع بانكود، والملابس كنت اختاريت في الجزء الاول الملابس وكانوا ما وصلونيش كلهم في مرة واحدة، وصلون من بعد هادو شحال هادي، ولكن يلا غادي نصورهم. غادي نوريكم اول حاجة اختاريتها اللي هي هاد بونتاكوغ، هذا اللي اختاريته لبنتي. فيه كيف كتشوفوا معايا هنا فيه واحد مونيكا صغيره، وفيه جوج جيوبالو. صراحه الشكل ديالو زوين، حتى الثوب ديالو بارد كيصلح في هذا الصيف. هذا هو اول حاجه. غادي نبدا لكم بالسراول هما الاولين. عندي هذا الشورت هذا اللي اختاريته لولدي ادم، كيف كتشوفوا تيكون بحال هكا. وهذا معاه واحد السنطه هي هذه. المهم الا بغيتوا الصور ديالهم ضغطوا على الروابط اللي غادي تلقاوهم في صندوق الوصف باش تشوفوا الشكل ديالهم كيف كيجي. عندي كذلك هذا الشورت هذا اللي حتى هو الادم، كيف كتشوفوا سامبل، ولكن توب الجين ديالهم زوين صراحه. انا احسن حاجه عجبتني في هذا السيت هما الحوايج ديال الدراري الصغار، صراحه زوينين بزاف، وحتى التوب ديالهم تيكون زوين. كاين هاد السيرفيت هادي اللي بحال هكا، فيها جوج جويبات هنا كتجي من اللور بحال هكا سامبل، وبالسروال ديالها اللي فيه الشورت لاصق فيه، حتى هو فيه جيوبه هنا كتشوفوا. هذا ديال الساجة، جاها كبير شويه يعني ما تقدرش تلبسو هذا العام حتى العام الجاي ان شاء الله. وبالنسبه لهاد اللبسه هذه اللي غادي تشوفوها في الصوره المصغره في اخر الفيديو في الاول ديال الفيديو، ها هي هذه اللبسه ديال الطبخ ديتها لادم باش شي نهار اللي بغينا نصورو شي وصفه ديال الاطفال اللي يلبسها. صراحه زوينه بزاف، صغيره وزوينه، كاينه في هذا اللون وكاينه في الغوص، كاينه غير في الزرق وفي الغوص. ودي البنوتي الصغيره اللي باقا ما تزادتش، هادو هما اللي احسن حاجه عجبتني هما هاد اللبسات. هذا كيف كتشوفوا معايا هنا خديت ليها 9 شهور ما باش يلا، حيت غادي تزاد ان شاء الله في الصيف، يعني ما غاديش تقدر تلبسها، داكشي علاش خليت ليها 9 شهور. وبالسروال ديالها شحال كبير. التوب ديالهم زوين بزاف، وقطن يعني قطن ماشي، ولبسه ديال الزياده ديال 3 شهور هي هذه كتشوفوا معايا. نوريكم هنا كتجي فيها هاد النونوس هنا، هذه في الظهر كتكون وكتحل كامله بالصدف. وعندي كذلك الطريبيش هذا اللي صغير. هذا حتى هو ديال الهدايه ان شاء الله، كتشوفوا صغير وزوين. كاينين هادو في جوج الالوان، كاين هذا وكاين الزرق، انا اختاريت هذا الاحمر. وهذه كاسكيطه ديال ادم حتى هي زوينه بزاف، والجين ديالها زوين. صافي هادو هما المنتجات اللي خديت هاد المره. كنتمنى انهم ينالوا اعجابكم وانكم تشوفوا هاد بانكود، صراحه في اكثريه الحوايج ديال الدراري الصغار فيه شي حاجه اللي زوينه بزاف، وكنتمنى تكون خفيفه ظريفه عليكم. وبسلام عليكم. ونسيت ما وريتكمش هاد جوج المنتوجات اللي هاد التريكو هذا اللي اختاريته لولدي صهيب، كيف كتشوفوا معايا فيه هنا بحال الكرافطه كتحيد كتلصق في الصدفه، وفي هذه بحال قميجه ولكن راه تريكو لاصق. صراحه التوب ديالو زوين بزاف وعجبني، بالاخص كان عجبني في الصفر ولكن في الموطارد، ولكن ما لقيتوش خديت هذا الاحمر. وثاني منتوج اللي هو هذا الجلاس هذا اللي اختاريته في الزرق على حساب ولدي، كاين في الزرق وكاين في الغوز، كيتحل بحال هكا وكيتحل هكا
وفيها ديري بحال طاسه صغيره كتغسل من بعد الاستعمال، وفي هاد البلاصه اللي خاصه بابي جيني. صراحه الحجم ديالو كبير بزاف يعني ماشي صغير وزوين، البلاستيك ديالو صحيح. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، والسلام عليكم.